يا دكتور، وزارة التربية والتعليم والدكتور طارق شوقي لما أصدر هذا القرار بمنع ترخيص الكتب الخارجية في النظام التعليمي الجديد، شفت إزاي هذا القرار؟ بص يا فندم، أولاً بداية الكلام أنا بشكر القيادة السياسية وبشكر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على القرارات الجريئة التي تساعد في إصلاح التعليم التي لم يستطيع وزير أو لم تستطيع قيادة سياسية أخذها من 52. خلينا نتفق على هذه المسلمة. زي إيه فندم؟ زي منظومة تطوير التعليم الجديدة اللي بدأت من كي جي 1 وكي جي 2 وأولى ابتدائي، منظومة نقل التجارب اليابانية للمدارس المصرية أو نقل التجربة اليابانية للتعليم المصري وإنشائها وبدء العمل فيها. كل هذه القرارات كل القيادات السياسية قبل ذلك وكل وزراء التربية والتعليم كانوا متخوفين من أخذ قرارات التطوير خوفا من هذه القرارات تأتي بثمار غير منتجة أو تأتي بثمار زي ما بنقول ثورات والمجتمع وأولياء الأمور دايما بيبقوا غير متقبلين أي تغيير في أي منظومة تعليمية، لأن التعليم يمثل مستقبل ولادنا، يمثل حياتنا يا فندم. التعليم والصحة، يمثل حياتنا، التعليم والصحة، يمثل حياتنا، التعليم والصحة. فأنا شايف حتى التعليم، يعني أنا بضيف لكلامي أيضا هناك قرارات جريئة أرادت الإصلاح في وزارة الصحة برضو زي وزارة التربية والتعليم بالضبط. بالنسبة للكتب الخارجية أنا أؤكد لحضرتك إنها آفة وخطر يهدد عقول أولادنا من المرحلة الابتدائية لغاية المرحلة الثانوية، لأنها تقوم على هشاشة المعلومات وتقوم على معلومات معظمها غير صحيحة وغير دقيقة وغير جيدة، وبياخدوا من المناهج التعليمية اللي بيألفوها الأساتذة المتخصصين من وزارة التعليم وزارة التربية والتعليم المادة التعليمية ويبدأوا يحوروا فيها ويبدأوا يألفوا بشكل غير مناسب للعملية التعليمية أصلا، بمعنى إن يحط مادة تعليمية كلها تنحصر في سؤال وجواب، يحط مادة تعليمية كلها لما يكون عندي معلومة كاملة تبنى عليها معلومة تانية أو قاعدة كاملة تبنى عليها قاعدة تانية. ما خلاص حضرتك وضحت إنه لو لاعب في الأساس نفسه، لو غير المضمون نفسه مش هنقدر ننقل لحاجة تانية، هيغير المنهج بقى أو المعنى كله. بطبيعة العلم تراكمي، لابد من بناء المعلومات على بعضها عشان أقدر أكون اتجاه لدى الطالب من ناحية مادة تعليمية معينة. طيب قبل ما أتوجه بسؤال أستاذ خالد، سؤال برضو حضرتك، أنا دايما في المواقف الشبيهة باللي احنا فيها دي، موضوع الكتاب الخارجي ده ولا لأ، بحب جدا أنظر إلى تجارب الدول الأخرى. تمام. لأن احنا ما بنخترعش الذرة الحقيقة. تمام. أغلب الدول الأخرى، خلينا نقول الدول اللي ظروفها متشابهة مع مصر، تمام، دول نامية بتحاول تنمو، بتشتغل على أن هي تعدي الدول العربية. تمام. وضعهم إيه؟ هل عندهم ما يعرف بالكتب الخارجية؟ استحالة، مفيش كتب خارجية ومفيش كتاب خارجي يلجأ إليه الطالب أو ولي الأمر لسببين أو لمجموعة أسباب. السبب الأول أن القائمين على تأليف الكتب داخل وزارة التعليم أو وزارة التربية والتعليم متخصصين 100%. أنا بقول لحضرتك المشكلات جت منين. نمرة 2، طباعة الكتب المدرسية والإنفاق عليها بشكل جيد يفيد ايضا في اهدار قيمه الكتاب الخارجي. نمره 3، عدم حشو الكتاب المدرسي بالمعلومات التي تنمي ثقافه الذاكره هو الذي يعطي فرصه للكتاب الخارجي ايضا لثراءه داخل المجتمع. يعني قصدي حضرتك انه كلما زاد حشو الكتاب المدرسي كلما اعطينا الفرصه للكتاب الخارجي، زائد كلما زاد السوء في طباعة كتاب المدرسي وإخراجه بالشكل الذي يليق بالطالب المصري ولا يكون جذابا يعني بالشكل الذي لا يليق، الشكل الذي يليق بالطالب المصري لابد أن يكون الكتاب جذاب شكلا من الجلدة لغاية آخر صفحة. طيب. والمحتوى طبعا هنتكلم فيه.